السلام عليكم، شراب مزيانين، غفطين، دوزتو نهار مزيان، هادشي اللي بغينا. ونزولا عند رغبة ديال السيدة نور والإدارة ديال الشباب والرياضة قطاع الشباب، بغينا نجيو حتى حنا نشارككم هذه الفرحة ديالكم بهذه المناسبة اللي هي الدورة الأولى لمهرجان محمد الجم للشباب. حظ موفق للجميع. ولو حبينا يا اللي باغي الابداع والفن حول علينا. يا اللي باغي الابداع والفن حول علينا. سيدي تبعنا ها واش تبعنا راه هما قالوا لي تدرب على المسرحيه. مانا مسرحي ها مانا مسرحي يا اللي باغي راه حنا جايين عاد ندربوا عاد غادي نبداو العمل المسرحي ديالنا. لا انا كنتدرب انا تعرفني شكون؟ واه السي محمد حسن. ايوا وانت تعرفني شكون؟ ها ودي الله يهديك شكون ما يعرفك؟ السي المرضي الارلوكا فنان المسرحي ديال مدينه جده اللي سميه طاهر الخشبه. السي المرضي وانا في العمر ديالي 11 سنه حملي تعينيه لقيته مع السي عبد القادر اللاويه لابسين الحايك ودار واحد الستيل جميل بزاف ديال المنطقه الشرقيه وخدم بزاف اعمال مسرحيه. يعني هذا الشيء يقدر يكون 92 94 هذه النوادي. سي مرضي شكرا تفضل. على هذا الشيء ملي سمعت باللي كاين مهرجان ديال الشباب قلت والو نجي ونشاف وشنو هي مشاركه متواضعه نتمناو تقبلوا علينا بها. يا اللي باغي الابداع والفن حول علينا راه الشيء اللي فينا يكفينا اما كرهناش كل شيء تحقق لينا شحال شحال من مخرج تمنينا يخرجنا من الشيء اللي احنا في ساعه فرج علينا شحال من مؤلف تبعنا في الحبال علينا وجاب حديث في رجلينا هاسي بهزي في مشتي ومثيل داخ وفي القهاوي تلاح وبالناب الخاوي فداو المبدع ولا كلامه وش وصياح باغي بلاصة فوق الكراسة يقعد يسعد ويرتاح وما نساوش اهتمام الفنان الكبير لينا والخطابات والتوصيات اللي جات تبين لينا باللي التغيير على يدينا يلا يا فنان الكبير يعاون الصغير نحاول نصلحوا هذا القطار اللي عطل وبقى هنا بين يدينا ويا الابداع والفن حاول علينا راه الشي اللي فينا يكفينا ما كتبش عليك اخويا انا شفت هاد اللجنه وهاد الجمهور الرائع كنقول لكم بلي هذه 4 سنين ما طلعتش لهذا الفضاء هذا ما غاديش نقول لكم حرموني ولا بعدوني ولا قصوني لا لقيت البيبان مفتوحه وفين ما كندق كيرحبوا بيا النقابات بجوج انا مشارك فيهم بجوج اسي المر واسي الله يرضي عليك اصلا انت ما معناش في السكيتش وداخل دقه وحده وكتقول لي انت تقول لي ما حافظش ما حاضرش ما مدربش كاع هادشي ما مدرب ما حافظ ما يمكنش انت راك ضروري راك حافظ ما يمكنش هادشي كله ما حافظ يعني راك مدرب وا يوسف المخرج ديالنا فين هو المخرج ديما يزطمنا يطلعنا للخشبه ويقول لك كاين تدريب وهو ما كيجيش هذا مخرج وفينك اصاحبي انا قلت هذا مش طعنا هاري زعما بغيتنا زعما ما بغيت زعما ما بغيت ورا اللي دربت انا وياه قبل ما يسكر ورا سكر ورا يبان لي
شوف فيها مستمني انا يا اخي تزيفو ايش منو شايش بشاش يمكن هو الوش واش انتم تدروا بيه وانا كتقولي لك تدري ما كانش اليوم حتى غدا ونهار نجي انا القهوة حاضر اش عندك ايش عندو يسعد واش انا بغيت غير فيما التكنيسيا واش شنو الضوء وقتاش ما بغيتو ارتفعوا وقتاش ما بغيتو وتمركزوا فين بغيتو واشنو هاد الشيء هذا ورا هنا روح اخطات حياه شحال الضوء اللي هكا الله يرضى عليك انك راه تكنيسيا محترم يا خلاطر مخ كيشعل الضوء يطفي على حساب المشاهد الفنيه نورمالمون كيكون شي مشهد حزين ولا شي حاجه كاين انا راه تناسبو مشهد كوميدي انا راه تناسبو ماشي تقول كنت قاعد هادشي انا مخرج بيع فمك وسكت اجي معايا انا المخرج كاين المخرج انت المخرج يا عمي المخرج وانا اللي كنت ويشعل الضو باش كما تكتبها لزينة انت كاع ما تيسولك وباش خنشوف شكل العنوان ديال المسرحية ديالك وشنو هو؟ ها؟ العنوان ديال المسرحية كنت كنت عندك حوار يا اللي باغي الإبداع والفن حاول عليه خرج عليا برا هذه المسرحية أخرى رحم والدي يسمع الناس محمد ولكن عندنا مسرحية أخرى العنوان ديالها ما بقات هضرة صافي ما بقات هضرة الله يسلمك الحال علينا زيانة المدينة وجزاد الهم علينا كبرت المدينة وديار الحال علينا زيانة المدينة كبرت المدينة انا بعد والله ما فضلت العرب يدعين 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 ماذا؟ يا اخو كل شي بخير ياك الحمد لله الزيادة خلينا في كلش زادوا علينا في المطيشة في البطاطا شو بغيتو؟ وشي زادوا فيه راه حنا بخيرين الحمد لله عندكم انت مسرحيه مسرحيه ديالك مسرحيه كمل احنا مسرحيه اخرى وشنو هادشي اللي كان يدير مانيش عارف انا هي راكو دافعين شي وحده الدعم بلاديه وانا هذيك ديال غيسلك انا مكل فيها جيني نيشان عندك تريكو صرا حقيقه حتى عمري درت عندك تريكو صرا باش تلعب في الدعم ما عندكش عندي تريكو عندي والله الا عندي ورا خاصنا حنا نشوفوا واش عندك ولا ما عندك ما تيجي شوف شوف واش انا غادي ندير واش انا غادي ندير تريكول زرق في الفيسبوك باش يشوفوا كامل عاد يهضروا عليه نسيت قلنا حنا ما عندناش حنا عندنا شيء نديروا مسرحيه ونمشيو في الباغي تبني فين راهي المسرحيه اصلا هما ما مش عارفين بلي انه ما حناش نجتي علاش لك فضحنا ما عندك شوية فهم المسرح ماشي شي حاجه فلسفيه وعلميه وتقنيه فهمت فهمت والو صح غادي نفهم فهم يعني ابلع خدمي كلمت راني مكلم انا اسكت المسرح ماشي شي حاجه اللي كبير علميا وفلسفيا وتقنيا علميا علميا فلسفيا راجل مزيان تقنيا تفهم صافي فهمت شوف انت غادي تقول حوار انا نركب انا نقول حوار انت تركب انا نقول انت تركب انت تقول انا نركب خطر ساعه راح نزل معهم المسرحي الجمهور يصفخ وراح مخيرين وراه ماشي دوا المسرح السيس هاد الشيء تقولوا راه بحال الا ركبوا بسكليته علاش تركب لوطو طياره تران نركب حوار واحد ترشح للانتخابات من بعد ما نجح تدخل في حزب اخر يعني ركب على دوك الناس اللي انتخبوا عليه واحد استقبلنا الاحداث اللي كتطور وفوت كلام قهوه يعني ركب على الاحداث ها سي يوسف وابا يوسف هاد المنطقة اللي كتكلم به راه ديال الوصوليين والانتهازيين شي يركب على شي شي يركب على شي خلي ولا بركات الوصوليين هما الانتهازيين حنا راه حنا جايين نديرو مسرحية ونمشيو وراني قلت لك انا جيت لقيت شي راكب على شي وجات حتى ليا وقفت ولا نركب ها يوسف
انت طبيب اني معلم سكال الدعوة كذا يا ربي شارك ما تشغل شوف لي ناس انا تشوف احمد لو وعدنا من جزء انت قصها تعرف كي تذكر هذا الدنيا من فوق حق على الرب يا صاحبي تحت ما راكم شايفين حاجه كل راني نبني كبير انا كبرت يوسف ريح وعرف كي يقول السي انوي والسي قلت لها جابها يوسف تهود ولا لا واش عمرك شتي واحد اللي فوقي يهود انا وحق الرب حتى نمثل في الكرسي غادي تهود هنا ما نمثلش هنا تهود هذا هو الحق للطبخ والغل طبق حتى عبيتك كتب لك تمثل تحت وانا ربك هذه كتابت كتابت ما كناش فاهمين فيها كتابت عليا حسان واناني وشرير ولعنه الله عليك فاسح ولقد هضرت دما وسوف يقتلكم سيما الكذاب باذن الله من هو والله ما له ابرب يا كبا يوسف والله حتى نقول هاد الناس كاع اللي كنعرف عليك شوفوا شتو هاد السيد يا ريت انا نحاول تفهموش المهم ديال الحوار تحاولوا نناقش ولا قنعت من هود غادي ما نهودش مسألة قناعات وصافي يعني انت يا ما خصنا نتناقشوا باش انا نكسب هما حنا العرب نتحاولوا ما كتحاولوا على الحوار باش نكسب الحوار تاع اللحم انتوا ما تقولوا لنا الحوار افهم افهم انا قبلت نتحاور معاك بسبب واحد باش نكسب الوقت اليوم القيامة هو دايس والله ما راني موجود حتى نقول لهم ريدا احسن ما تقدرش على خيط بليزة الهدرة يا ولد الحرام شحال من حاجة ما فهمهاش شحال من حاجة مفروضة عليك علاش عمرك ما هدرت غيط بليزة الهدرة اعتبرني داك اللي كينقل الهضره من هنا لهنا لهنا ولا غادي نقولها من هنا لهذا يعني باللغه العربيه درجه نقول وقال لك واحد شجع مانيش عارف سمعتها يقول شي هضره ما واحد يقول ما تجيش مش عاجبها يا كبار وانا اللي باغي ندير لك الخير ونوصل لك المعلومات على الكرسي ديالك انا وانا برقاد يا وغادي نقول يا انا كنت باللي راك درت اول درجه ديال سلم النجاح وليت برقاد مبروك عليك العقبه يطلع الله الحوايج قول نعم السلم ديالي غادي يتبدل غادي يتبدل هو راني في اربعه تبدلوا لي سته خسيت علاش البرقاد ماشي مشكل غادي نزاد السلم ماشي مشكل نزاد الهضره زعما انت يعطيك خاطرك تهضر على صاحبك اعطيني خاطرك انا الصديق ديالك ما كان صحبان هو نزل انت صاحبي هنا ماشي يعني واش غتنزل انت ولا لا ابلغ ابلغ الناس يعقل الحوت خلي لي بالانس لا راني نهضر معاك خلي لي رجلي فوق ورجلي لتحت بجوج خلي لي والو بجوج خلي لي قصبة والله ما تنزلهم اصبع خلي انا ربما نحتاجون للطفل الله يسامحك حتى انا تخليني انا اول مره نعصب راسي بنادم ما يخليني انا ما خديتش ما خديتش يا ربي ما خديتش ما خديتش واش مالك تحس بيا راني كنت معاك تما ما كنتش كاع حاسس بلي راني حي راني حي مانيش حاسس بيا قالوا زعما يمكن ليا نوظفها باش نزلك غادي نديرها وحده منها ولا كاع صاحبي هاد الكلام راك تحاسب عليه الشماتة وراك تعرف انت راك تقول انت تقدر تنزلني انا اه لا واش ندي غادي نوي شارع تبركي روح قول قول لهم راح حضور الكريم اهدار انا واش راني داير كاع اه راح قول غادي شوف اخوتي نجيكم منيش حسن يا راجل راه هاد السيد حسن انا أنا رجل أخرى والله ما أنا والله حتى تنزلها
غادي يطلع على اول واحد اني نزعخان. الله يخليك، اجي اعطي الحوار ديالي، نبداو التدريب باش نقولوا لنا في الجمهور ديالنا المسرحيه راه مصبح وكلسنا المسرحيه ولا المسرحيه راه بدات غير تما راكش باتي. المسرحيه بدات مني مثل الناس اللي كاين واحد الحاجه سميتها الطبقيه بلي كاين مانيش فاهم واش راني ندير. انت مخرج ما بقيتش معاك ما بقيتش علاش؟ لان كنطلع الاتموسفير وبدا واحد الصراع وبدا واحد العمل فني وبدا لسو كلهم. شوف غادي نجيو الثاني الانسان باش يمشي بعيد في الفن طبعا يخص يكون عنده بعد النظر. زعما بغيت تقول لهم انا ما عنديش ها هي هذه. عيش معايا اللحظه عيش معايا اللحظه. هذا هو العمل الفني اللي غادي تقدموا لهاد الناس. هاد الشباب هادو عندهم طموح وهاد باش يوصلوا داكشي اللي راهم باغيين يوصلوا له يخصهم حاجه واحده. واش خصهم؟ يريحوا في دورهم ويمشيو يقلبوا على المصروف من اللي يجيبوه. الله يهدينا الله يهدينا الله قلت غادي يبقى لي واحد الوقت زوين خصوص تتمرن في حاجه زوينه. يدير الفن يدير الرياضه يقرا يتعلم حوايج اللي ما كاينينش في الحياه اليوميه ديالو العاديه ومن بينهم يقدر يدير المسرح. وانا باغي ندير المسرح وباغي نشوف ديالك. راك حاف حق الرب راك حاف والله الا راك حاف باش تمشي بعيد خصك حاجه. واش هي الحاجه؟ حاجه واش هي؟ بيكالا. شوف بعيد شوف بعيد يا حسن شوف بعيد ملي تشوف بعيد غادي تشوف دوك الناس كيفاش اللي وصلوا كي داروا بداو شحال عناو فاش فاتوا على من هضروا مع من تلاقاو. بغيتك يا حسن لحظة واحدة في حياتك توقف وتشوف قبل ما تنطلق قبل ما تمشى قبل ما تتحرك هز عينك وشوف بعيد. إلا شت غادي تفهم وغادي تعرف. شوف بعيد يا حسن شوف بعيد شوف بعيد وقول لهاد الناس واش راك تشوف. هز عينك وشوف بعيد راك تشوف بعيد راك تشوف. هذا هو المنطلق هذا هو المبدا السليم. قول لنا واش راك تشوف. انا عارف بلي ساعه ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ما غاديش يكفيوك ولكن على الاقل غادي تخرج واحد الحاجه اللي محتاجينها كاع الناس. شوف بعيد راني نشوف شوف راني نشوف واش راك تشوف. السيمانه الجايه سيمانه الجايه خدمك الزنا خير ما عايش السيمانه الجايه قلنا واش راه كاين يقرش ويعيش بخير من السيمانه الجايه انا راك واش هو المسرح؟ هذا هو المسرح ماشي هذا ماشي كي يقول لك شوف بعيد مثلا قول لي راني كنشوف الفنان ولات عنده قيمه الفنان ولات كتعرض عليه عروض ما بقاش فرق ما بين الشرق والغرب وما بين الشمال والجنوب ولينا في وطن واحد كنتمتعوا بالحقوق وكنتمتعوا بكلش اللي كيتمتعوا به ناس اخرين. الفنان في مدينة وجدة كيسني عقود وكيخلص عليها. الفنان في مدينة وجدة عنده الحق يأدي عنده الحق يمثل. هكا كيقول لك شوف بعيد هكا تشوف. الفنان خاص يكون عنده قيمة. الفنان ديال المنطقة الشرقية خاص يوقع عقود خاص يكون كلمته مسموعة خاص يكون عنده قيمة. إلا بغى يسافر يلقى فين يسافر وإلا بغى يعرض يلقى فين يعرض. شكون هذا الحمار انت اللي قلت هادشي انا قلت وانا اللي اختصرت وانت اللي قلت هادشي انا قلت الفنان تولى يبقى يسني عقود والفنان في مدينة وجدة الفنان عند مدينة وجدة يفوت خبير انت اللي قلت مالك يفوت في التلفازة انا اللي قلت هاد الهضرة انا اللي قلت هاد الهضرة انت اللي قلت الفنان وجدة يبغى التلفازة يمكن لك تشوف السيمانة تقدر تشوف والله حتى تقدر تشوفها بصح ابدا. واش الفنان في المنطقه الشرقيه يكون عنده حد من الاعلام الوطني ابدا. انا بغيت ندير فيها حاجه شنو الانسان احنا ما خصناش نهضروا على حوايج كبار لان احنا ناس بساط والفهم على قد. انا بغيتك باش تكون انسان مزيان على الاقل توفر فيك شروط الفنان. شنو هي؟ ماشي لاطال وماشي الزعرو عندك خوك لا وماشي وجهك مدور ولا بالصباح. تكون فيك حاجه واحده يكون تكلمك عام الخير تكون تبغي الخير للناس تكون تبغي الفنان اللي معاك واخا ما يمثلوش معاك يكون كلمك عامر بالحب الابداع تحترمه كيف ما كان. دخل الحب وخرج الكراميه والحسد دخل دخل كي ندير؟ نفس دخل الحب حب الخير حب الخير قاعد برا خرج الانانيه النرجسيه
احسب خرج خرج تنفس 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 ماشي من تما حسن ميتني يا صاحبي مالك احنا جايين نمتلو ما احنا جايين نخصبو النووي يوسف شي ناس على ما بقاوش دائما كيتشوف خاطر على مشارف المدن تشموا هذه الريحه عمركم ما هضرتوا ولا كنتوا خاصنا نطوروا وتكون معامل اللي ممكن ما نشموش هذه الريحه ياك دائما كتجيكم عادي ونقول لكم واحد الحاجه اللهم ريحه هذاك الشيء ولا ريحه الحسد الحمد لله ما حناش نشموا ريحه الحسد والحمد لله ما حناش نشموا ريحه الحق شوف حسان الانسان اللي ما عندوش مستقبل راه ما كانش عنده حاضر وديجا ما كانش عنده ماضي شوف باش يكون عندنا مستقبل يخص يكون عندنا ماضي تعرف شنو هي المصلحه اللي غادي نقدموها للناس نتمنوا ما نكونوش طولنا عليهم ولكن حاجه بسيطه واحده بدي نرجعوا للماضي ونهضروا على الحاضر ارجع حسن الماضي جدودنا كيفاش عاشوا جدودنا كيفاش بنوا العالم كيفاش كنا احنا الاولى في الطب كيفاش كنا احنا الاولى في جميع الميادين اهضر حسن على جدودنا حسن كلم من الماضي على الحاضر الحاضر اللي ولا كله مزيف ولا كله عامر بالأقنعة كله جهل يحمل قناع وتحت القناع ألف قناع أتكلم من الماضي على الحاضر تكلم حسان هذا هو الماضي لا حول ولا قوة وش بدنا كمان لا لا شوف ما عرفتش فين نبدا من البدايه ملي كيبداو الناس كيبداو يسولوا على خدمتي واش توقع واش توجع شي حاجه واش جاتني لداخل ما قدرتش نخرج واش لو شي حاجه داخل برك شي حاجه داخل برك حنا باش نعرفوا واش عنده الداخل خصنا نديروا له سكانير ولا نديروا له ليره ولا نديروا له درك باش دير سكانير باش تخلصوا لقاوه مات انا غادي نفوتو برنامج من البرامج التلفزيونية الحالي لان كاين برامج اللي ولات كتدخل حتى لبيت الناس ولو كيفتحوا كلش برنامج تلفزيوني كيقدموا فيه اي حاجه الخلافات في العائلات كلشي تفركت كلشي ولا مفتوح حتى احنا غادي نفتحوا هذا المرض اللي في الداخل ياك ونعالجوه سيداتي اوان سادتي اهلا ومرحبا بكم اهلا ومرحبا بكم في برنامج لقاء مع الصراحه لقاء مع الصراحه هو برنامج اسبوعي كنخرجوا للشارع حيت حنا من الشارع كنعرفوا الشارع مزيان ونطرحوا اسئله على المواطنين ونشوفوا الاهتمامات ديالهم الاسم الكريم سوسن معنا سوسن سوسن بغيت نطرح عليك واحد السؤال الا بغيتي تدخلي عند شي مسؤول من المسؤولين شنو هي الاجراءات اللي ممكن ديريها شفتني ليش صراحه نحشم تحشمش انا غادي نقول لك عمي في لابيسين ولا لكن الناس راه تعوم ما كتحشمش انا ندخل عند المسؤول عادي وشنو خاصك الاجراءات اللي خاصك ديريها طبعا الجم ديال ساوسا نسبلها باباها والتصيله ديالها كيحسب لك التصيله ديالك انت شنو كتسبيلو انا في الحقيقه الطبق ديالي ما تحسش ليا باش نقول لي شي كلام ما يرخش المستقبل لا غير قول دابا حنا في الواقع وهذا هو الواقع ديالنا ما عندنا لاش نحشمو قول واللي عنده شنشر يغسلو ياك حنا غير قول اها قول انت كتموت عليا لا كيتهمك تهمة شنيعة انك كتموتي عليا شوف هاد الوجه البرويطه بصراحه ما عندي ما نخبي عليك هذا هو حالنا احبائي اعزائي شكرا يوسف ولنا لقاء ان شاء الله الاسبوع المقبل مع صديق حميم ديال سوسن
شوف دابا انت المخرج واحد انا الممثل تقدر تعرف الكفاءه ديالي وانت الممثل ولا لا ندير شي حاجه دابا سي طبعا شنو تبغي تعرف الممثل الممثل حاجه واحده اللي نبغي نعرفها قول ودابا غادي نبداو المسرحيه ديالي داكشي اللي فات كاع مسكو ما كاين حتى شي حاجه دابا غادي نبدا العمل وراك موافق اول شرط نطلبو من الممثل انه يوافق على اي حاجه موافق اي حاجه راكم شاهدين لان باش غادي نكملوا دابا باش ما نطولوش لان باقي العمل طويل ولكن دابا غادي نمشيو موافق ناكد لك بلي غادي توصل الا وافقت على كلش توصل قلع غادي نوافق وزيدون مخك مستخدم ما كنقصدش داك الشيء غادي تقول لي رحنا في مسرح ما ناش في حمام علاش غادي نقلع نقول لك مالو في الافلام المغربيه يدخلوا يدوك ولو لو دخلوا كاع عندي وكاع وما كاينش اللي يقول لا وزيدون لك نقصد حاجه اخرى اش بغيت نقول لك قلع الحياه يعني هضر غادي نقلع ما غاديش تقدر علاش ما غاديش علاش ما غاديش نقدر شوف أسير برنوس هذا مسرح أغرب يمثل أنت راك تعوم أنا قصدت بأنك تقلع الحياة يعني قلع الرقابة على فمك إحنا فنانة ما عندناش حاجة تراقبنا بغيتك تقول اللي يجي في مخك قول باش بس كلشي هذا أقول اللي يجي في مخك قول اللي جا في مخك اللي جا في مخك طبعا نادي تخاف لأن الخوف ساكن فيك الداخل وزيدون حنا مجرد فنان حنا ماش قلنا لا في اللي يطلع ولا في اللي يهوي حنا ماش قلنا لا في اللي يشد ولا في اللي يطلق حنا بغينا نمثلو ونديرو مسرح بغينا نمثلو ونهضرو على الشيء اللي كنحسو به بغينا مواضيع اللي تناسب الواقع ديالنا اللي تحكي على الواقع ديالنا بشكل جميل وبشكل محترم بارك الله عليكم شكرا شكرا للثنائي حمدي سي يوسف سي حسن شكرا جزيلا فعلا لحظات طيبه ستبقى راسخه في مساري